طيب خلصنا نادي الزمالك وخلصنا كمان خبر كابتن جهاد جريشة، نروح لنادي من افضل الانديه اللي موجوده في الدوري هذا الموسم، نادي يفرح بصراحه، يعني احنا فرحانين بالمستوى اللي وصل له غزل المحله، وفرحانين غزل المحله يرجع لنا تاني في الدوري الممتاز بهذه القوه المعقوله، يعني احنا فاهمين امكانيات غزل المحله وفاهمين امكانيات الفريق وفاهمين كل الامور دي، بس بالمقارنه بالامكانيات لا، غزل المحله لحد دلوقتي عامل انجاز محترم جدا في الدوري الممتاز. ده ليه؟ ده عشان عنده لاعبين رائعين وعنده مدير فني كفء جدا، مدير فني محترم جدا في اي ظروف بيشتغل. وانا قلت لكم قبل كده تعرف المدير الفني الجيد منين، انه يشتغل في اي ظروف، يشتغل مع اي لاعبين، ولاعبين غزل المحله محترمين جدا وممتازين، ولكن تعرف المدرب اللي يشتغل في الظروف الصعبه، مش المدرب اللي بيشتغل في ظروف سهله وعنده افضل النجوم. عشان كده كابتن خالد عيد واحد من المدربين المحترمين جدا في الدوري هذا الموسم، معايا الان الكابتن الكبير كابتن خالد عيد المدير الفني لغزل المحله. كابتن خالد صباح الفل على حضرتك، مشرفني ومنورني. صباح الفل يا كريم، وكل سنه وحضرتك طيب، وان شاء الله كده دايما متالق على طول يا رب. اشكرك يا كابتن خالد، احنا فرحانين. عايز بس اشكرك على الكلام. الله يخليك. انا بشكرك على الكلام الاول في حقنا وفي حق النادي وفي حق اللعيبه وشهاده نعتز بيها، يعني حقك يا كابتن خالد. واحنا كلنا زي ما قلت لك فرحانين بغزل المحله واللي وصل له غزل المحله هذا الموسم، ما كناش بصراحه متوقعين بنسبه 100% انه عوده غزل المحله للدوري الممتاز تكون بكل هذه القوه، لكن الحمد لله غزل المحله كما عهدناه فريق محترم في تاريخ الدوري الممتاز. غزل المحله السنه دي بيقدم مستوى جيد وبنتمنى استمراره على هذا المستوى الجيد. حاسس انه مجموعه اللاعبين الحاليين مع حضرتك يقدروا يكملوا الموسم بهذا القوه، ولا الان من انه عناصر تقع منك لا قدر الله تخلي الفريق شكله يتغير تماما؟ هو طبعا الحمد لله طبعا على كل شيء في الاول، والحمد لله على المجهود اللعيبه بذلها الفتره اللي فاتت ديت، وان هم يرجعوا نادي المحله لمكانهم الطبيعي تاني في الدوري. وعايز بس اقول حاجه بس قبل ما اتكلم في اي حاجه، انا طبعا هي حابب اشكر المنظومه كلها من اول معالي الوزير هشام بيه توفيق لغايه عامل غرفه الملابس، يعني الناس كلها احنا كانت في تدعيمات من معالي الوزير الفتره اللي فاتت دي كلها، واحنا في اخر الدوري في الدرجه الثانيه السنه اللي فاتت، ووعد اللعيبه ووعد الجهاز اللي هم موجودين ومكملين، وفي نفس الوقت التدعيمات اللي حضرته بيدعمها سواء ماديه او معنويه على طول مساند الفرقه. الحاجه الثانيه كمان بشكر مجلس الاداره وبشكر اللعيبه والجهاز الفني والاداري على المجهود الكبير اللي اتبذل من بقالنا سنتين اهوت في النادي، والنادي في الدرجه الثانيه لغايه ما صعدهم، واللعيبه اللي احنا اتراهنا عليها وقلنا اللعيبه ديت بطران عليهم ان هم يبقوا حاجه كبيره جدا في الدوري ويعملوا نتائج مشرفه. الناس في الاول ما كانتش متوقعه، الجمهور كان قلقان، انا ما كانش عندي قلق جدا خالص بالنسبه للعيبه، لان كان عندي ثقه في ربنا سبحانه وتعالى وفي اللعيبه ان هم على قد المسؤوليه، والحمد لله يعني ان هم شرفوني ورفعوا راسي لغايه دلوقتي، وان شاء الله يكملوا الدوري ان شاء الله، ونحط المحله في مكانه تليق بيها وباسم نادي المحله. انت عارف نادي المحله كريم طول عمره نادي كبير، نادي له قاعده جماهير كبيره جدا وجماهير، مش عايز اقول لحضرتك يعني ان الجماهير ديت هي اللي سندت وهي اللي عملت وهي اللي واقفه لغايه دلوقتي مع الفريق، بتيجي معانا الجونه، بتيجي معانا اسوان، بتيجي معانا اماكن ما كناش نتخيل يعني، فبشكرهم برضو من خلال البرنامج، وان شاء الله كده يا رب ان شاء الله نفرحهم وان المحله تبقى في مكانها الطبيعي ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله. قاهر الكبار هو ده اللقب اللي انت خدته السنه دي بعد الفوز على الزمالك والاهلي وتعادل مع بيراميدز واداء ممتاز ونتائج كبيره في الدوري هذا الموسم، ولكن الغريب في غزل المحله انه بعد ما بيعمل نتائج كبيره جدا مع فرق كبيره ممكن يخسر نقاط سهله امام فرق مؤكد يعني في مستوى القوه او مستوى الامكانيات اقل من الاهلي والزمالك وبيراميدز، ويعمل قدامهم نتائج يمكن مش جيده بالمستوى اللي بدانا نتوقعه لغزل المحله انه يخش يكسب على طول. لا هو بالنسبه للي حصل ضرب في الماتشين اللي فاتوا طلع الجيش والمصري،
ولو انت شفت الماتشات تاني احنا في يعني في ماتشات ما نخسرهاش يعني هي ممكن بعد ممكن تكون يعني عاده اللاعب المصري لما بيكسب فرق كبيره وكده ممكن شويه الامور ممكن تفك منه شويه، بس احنا الحمد لله حاولنا بسرعه ان احنا نلم الامور. والماتش اول ماتش اللي فات بتاع الجونه بتاع اول امبارح كان ماتش كويس جدا، اللعيبه ادت مباراه كبيره جدا، كنا ممكن نكسب بسهوله في ماتش الجونه بس ما فيش توفيق، لكن الحمد لله الفرقه رجعت بسرعه وادائها رجع في الماتش اللي فات، وان شاء الله الفتره الجايه برضه تشوف اداء احسن باذن الله الفتره الجايه ان شاء الله. كابتن خالد، طبيعي انه يبقى في عروض للاعبي نادي غزه المحله دلوقتي، بقى انت يعني شغلك الفني المحترم مع اللاعبين وطبعا ادائهم الفردي المحترم خلى الاعين تروح لكثير من لاعبي غزه المحله، ازاي بتتعامل مع هذه الامور؟ اكيد عروض او حتى عروض شفهيه للاعبين اكيد ممكن تاخد تركيزهم، بتتعامل مع هذا الامر ازاي؟ وده فعلا دي حقيقه حصلت الفتره اللي فاتت، ديت ممكن كان هي اللي ممكن تكون من اسباب برضو الخلل اللي فات يعني. بس في حاجه برضو حابب اتكلم فيها. اتفضل. يعني احنا زي ما قلت لحضرتك ان احنا معالي الوزير هشام بتوفيق طبعا في اجتماعاته معانا ومع اللعيبه وقرر يعني قال ان مفيش حد هيمشي السنه دي ولا الموسم اللي جاي كمان، في استقرار، في حاجات كويسه جدا هتتعمل الفتره اللي جايه، في عقود هتتعدل يعني بصراحه بشكر الوزير طبعا لانه طبعا كلامه طبعا مع اللعيبه ومديلهم ثقه كبيره جدا ان هم ان نادي المحله هيبقى من الانديه الكبيره الفتره اللي جايه ان شاء الله، وهيبقى فيه استثمار وفي تطوير داخل النادي وكده، فانا شايف ان المحله هيبقى اي لعيب هيجي يتمنى يلعب في نادي المحله الفتره اللي جايه يعني من خلال الحاجات اللي هتتعمل في النادي سواء الاستثمار او الحاجات التطوير النادي وكده، فشايف ان الامور هتبقى كويسه، ان اللعيبه اللي هو بيفكر هو عايز يسيب النادي وكده عشان لو الماديات هتبقى كويسه جدا، فانا شايف ان الامور هتبقى ان شاء الله الفتره اللي جايه اللعيبه زي ما بقول لك اللعيبه اللي هي اللي ما بتلعبش في المحله، في لعيبه كتير هتفكر تلعب في المحله بعد فتره من مش عايز اقول ان الناس كانت بعدت عن النادي بسبب الوضع اللي كان النادي فيه الفتره اللي فاتت يعني، بس احنا الفتره ديت ان شاء الله من خلال مجلس الاداره الجديد وخلال الناس اللي شغاله والتوجيهات معالي الوزير ان الامور هتبقى كويسه ومستقره في النادي ان شاء الله. تحديدا حضرتك جاوبتني بشكل عام على موضوع اللاعبين وبقائهم مع نادي غزل المحله، بس محمد فتح الله تحديدا من الاسماء اللي ترددت كتير لان ليها عروض من الاهلي والزمالك والانديه الكبيره في الدوري الممتاز، هل الكلام ده مظبوط؟ هل في عروض واضحه وصلت لمحمد فتح الله في الفتره الاخيره؟ حقيقه في عروض وصلت وفي ناس اتكلمت معاه كلام شخص يعني مع بس مش من خلال النادي يعني، احنا ما فيش حاجه رسمي جات لنا مفهوم بخصوص فتح الله غير ممكن يكون من النادي او من الناديين يعني، لكن احنا في الامور زي ما قلت لحضرتك ان في نظام في النادي، في اداره، في مسؤولين، يرجعوا للمسؤولين الاول، يرجعوا يتكلموا مع ضابط. طيب الكلام الشفهي ده كابتن خالد يعني. الكلام الشفهي ده جاي من الاهلي والزمالك الاثنين طيب ولا واحد فيهم؟ لا ممكن فرقه واحد فيهم. الاهلي في انديه ثانيه في انديه ثانيه غير في انديه ثانيه في انديه في لا هكون واضح معاك يعني ممكن الزمالك كان داخل في موضوع فتح الله كلموه اشخاص كلمت فتح الله الفتره اللي فاتت وفي انديه زي انديه الاتحاد برضو كان في كلام وكده فالامور ديت احنا لغايه دلوقتي ما اتحسمتش طبعا زي ما قلت لحضرتك في اداره نادي بتخلي اداره النادي تقدر الناس تتكلم لو هم عايزين يتكلموا مع اي لاعب بس انا بكلمك بقول لك على الحاجات اللي احنا اللي اتقالت والكلام اللي حصل واحنا قاعدين في اجتماعات مع معالي الوزير ووزير مكرر مفيش حد ماشي السنه دي ولا السنه الجايه والامور اللي هتتعمل في النادي تخيل اي لعيب يتمنى يقعد في النادي يعني. صحيح صحيح. طيب حضرتك بتقول دلوقتي انه الزمالك والاتحاد يعني هم اللي اتكلموا مع اللاعب محمد فتح الله ولو بشكل شخصي وشفهي وليس بشكل رسمي. طيب عايز اروح معاك ليه كلام كنت بقوله من شوية عن التحكيم وتعامل الأجهزة الفنية واللاعبين مع الحكام المصريين، أنت كغزل المحلة وحضرتك طبعا كخالد عيد الكابتن الكبير خالد عيد راضي عن أداء التحكيم المصري هذا الموسم مع فريقك وبشكل عام في الدوري الممتاز؟
عايز اقول بس حاجه، انا اولا انا ما بحبش اتكلم على التحكيم خالص يعني، انا يعني التحكيم ده جزء من منظومه بتاعه اللعبه يعني. بس انا عايز اقول حاجه، انا عندنا ثقه كبيره جدا في حكامنا بصراحه يعني. عظيم. حكامنا ناس كلهم محترمين، حتى لما بيبقى في شويه اعتراضات والكلام ده ممكن يعني حاجات ممكن تكون وجهات نظر بس وكده يعني، لكن مش اعتراض باللي احنا بنشوفه مثلا نطلع عن النص والكلام ده يعني. انا شايف ان التحكيم عندنا تحكيم، عندنا حكام ممتازين جدا يعني. انا بصراحه انا هقول حاجه، انا في ماتشات ممكن اخسرها بطلع بعد الماتش ممكن اسلم على الحكم وبهنيه في ماتشات كتير يعني جدا يعني. في حكام كويسه جدا على مستوى، وفي حكام ممكن تكون لسه خبراتها ممكن تكون برضو لسه شويه يعني، اكيد برضو يعني الاخطاء والكلام ده ما ورده في الكوره في كل مكان في العالم يعني. فانا يعني التحكيم بنقدره وبنحترمه وكل التقدير له يعني، احنا مش ما احناش ضد التحكيم يعني، بالذات التحكيم المصري يعني. انا بزعل جدا لما كان مثلا بيجيبوا حكام من بره تحكم ماتشات الاهلي والزمالك، رغم ان احنا عندنا يعني حكام مثلا زي ماتش مثلا الاهلي والزمالك الاولاني محمود البنا عمل ماتش رائع يعني، ونفس الكلام بالنسبه للامين عمر، كانوا الاثنين كانوا ممتازين جدا في الماتش يعني. فبس انت تديهم الثقه والناس كلها تساند الحكام، والحكام ما شاء الله حكام مصر بخير الحمد لله يعني. كابتن خالد، سؤال اخير ليك، وهو يعني ايه ممكن تعتبره مشاركه انا وحضرتك نشارك فيها حتى لو ده مش من اختصاصاتك بشكل واضح، ولكن احنا بنفرح قوي، انا فرحان قوي بالخلفيه بتاعت حضرتك النهارده. استاد غزل المحله من الاستادات العريقه جدا تاريخيا في مصر، كلنا نحب نشوف استاد غزل المحله، ما نفسكش الاستاد يحصل له بعض التطوير عشان احنا شايفين المدرجات واللافته، ارض الملعب شكلها كويس ومحترم، بس تمهيدا يعني باذن الله تعود جماهير غزل المحله الجماهير العظيمه الكبيره في المحله وترجع تاني بعد ما ان شاء الله نتخلص من هذا الوباء اللعين، ما نفسكش الاستاد يبقى شكله افضل من كده؟ اكيد طبعا اكيد، ودي برضو من ضمن الخطه بتاعت معالي الوزير ان تطوير للاستاد كمان. احنا ما شاء الله غرف خلع ملابس دلوقتي لو دخلتوها او صورتوا جوه حاجه جميله جدا يعني، الاوض غرف الملابس اتغيرت خالص تمام، بقت حاجه على مستوى كبير جدا. بنتمنى طبعا المدرجات كمان اللي هو الشكل اللي هو القديم اللي هو كان، هو برضه شكل فيه يعني ممكن يكون فيه حاجات تراث اثر يعني، بس احنا بنتمنى طبعا الاستاد والمدرجات يبقى فيها تطوير احسن من كده ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله. كابتن الكبير كابتن خالد عيد، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، مدير فني لغزل المحله واحد من اهم المدربين في هذا الموسم، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني. شكرا كابتن خالد. ده لقائنا مع الكابتن الكبير كابتن خالد عيد المدير الفني لغزل المحله.